الجزئيات دي بتلف تمام، بتبدأ تمسك القطن القطن ماشي، ويخش جوه يحصل له عملية فرفرة، يحصل له عملية فرفرة ماشي، وبيبدأ يدخل في قلب الكباش وينضخ عن طريق مواسير، اللي هي المواسير دي مواسير ضغط هواء. المواسير دي حضرتك برضو اللي حضرتك شايفها دي، دي مواسير بتاعت التكييف ماشي. ده اللي فوق في السقف ده تكييف، تكييف علشان يحافظ على نسبه الرطوبه اللي موجوده في الجو. التكييف ده معمول للخيوط مش معمول للعماله ماشي، معمول للخيوط مش بقى للقطن بتاع الفتله، لان ده الفتله بتحسب حضرتك درجه الرطوبه بتاعتها. ده شافت، شافت تهويه لل شافت تهويه في الارض طبعا ماشي. هي مش على عمق غامض ولا حاجه، هي حوالي 70 سم ماشي. دي بتاخد الهواء السخن ماشي الى ماشي، وهنا بيجي هواء البارد. تعالى بقى عشان اتفضل حضرتك التكييفيه عشان خاطر مصلحه ايه الفتله وجودتها. دي مكنه خلط، دي اللي كانت بتشتغل قبل ما الكباش ده يجي ماشي. دي كانت المراحل اللي هي الايه القديمه تمام. بيدخل من هنا على عن طريق المواسير ديت. تعالى بقى حضرتك هقول لك المرحله الثانيه بتاعته عن طريق المراوح دي. بتبدا عمليه الشفط من هنا ماشي. دي محطه حطت فلاتر تمام. تيجي هنا للخلط، الخلط ده بيبدا يدخل من هنا من الكباش يجي على هنا ماشي، وبعد كده يدخل على المضارب. المضارب دي شغلتها تفتيح القطن اكتر، تفتيحه وتجهيزه لانه هو ينضح في المواسير دي تمام. تعال حضرتك ويدخل على مرحله الكرم. ده برضه جزء من المكن اللي متدمر ماشي، ودي طبعا الخطوط القديمه اللي هي بتاعته اللي هي متعلقه في السقف فوق. دي دي الخطوط القديمه دي كانت بتبقى الفتحات اللي هي في النص دي كان بيبقى فيها ازاز، اساسيات ازاز تمام. كنت بتبقى واقف وشايف القطن وهو معدي فيها تمام. دي اللوحات الكهربائيه الخاصه بالخطوط بتاع التشغيل، خط رقم 1 وخط رقم 2 والمراوح اللي هي بتاعه الشفط ومكن العوادم تمام. تعالى بقى حضرتك اتفضل. ده قطن، القطن بيدخل من هنا عن طريق المواتير والشفط الهواء، وبيدخل يتعمل له زي ما بقول لحضرتك عمليه تفتيح، وبعد كده يتحول يتعمل له عمليه تفتيح ثانيه ماشي، ويدخل على هنا. لو جيت لاحظت لحضرتك القطن بره في بدايه الكباش كان سنكه عامل ازاي وكثافته، لو جيت هنا القطن بيجي كده مجرد هب على اساس ان هو يبقى اخف ويمشي في المراحل اللي بعد كده. تعالى حضرتك اتفضل. ماشي، ما هي دي اخر حاجه، اخر حاجه بيدخل هنا على الكارب تمام. المكنه دي تعالى هنا من لا تعالى اجيب لك واحده تكون مفتوحه شغال. ده مكنه الكارب تمام. افتح لك دي، تعالى من هنا صوصوي. ثانية واحدة، انا ينزل طبعا عن طريق المواسير دي. هاي لك الكشاف اهو، بينزل طبعا عن طريق المواسير ديت، ويبدا برضه يتخفف فيه والعادم يتركن لوحده. الجزء اللي متكسر فيه الخردة اللي احنا صورناه ده، طبعا كانت الصالة دي كلها بمكان بنفس الطريقة دي كده. دي جرايد مسننة برضه نفس الوضع لتفتيح القطن، بتنزل هنا على برضه مجموعة ضوابط ومنشار كبير تحت، بيبدأ برضه يستخلص الشعيرات اللي هي بتطلع عادم أو أي زيادات في القطن ماشي.
من حاجه تعتبر اسمها لبس اللي هي الايه العوادم الزياده اللي هي البسيطه اللي بتيجي فيه حاجه لونها اسمر كده. بيبدا يتجمع المجموعه اللي انت شفتها ورا دي مجموعه القطن وتطلع لي شريط زي ده. هذا الشريط نازل جاهز على الاسطوانه. شريط زي ده اللي هو نازل جاهز على الاسطوانه. نازل جاهز على الاسطوانه. ده. ماشي؟ شوف حضرتك كم المخزون اللي موجود قد ايه؟ الشركه مش عطلانه يا استاذ. الشركه مش عطلانه، الشركه بتجيب انتاج رهيب. انتاج ده يعتبر رصيد. رصيد للشغل. مخسرها يعني الشركه لو بدانا شغل النهارده في حاله وقوف المكن ده والترس بتاعه ما ضربش انا بشغل من الرصيد اللي هو مخزون عندي ده. الرصيد ده يشغلني يومين اثنين. على اعيد ترتيب وصيانه المكن اللي واقف بقاله اكتر من 20 يوم دلوقتي.